من جديد نرحب بكم مشاهدينا، وينضم إلينا بالأستوديو السيد أحمد مسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا. إذن هذا المقال الذي تم نشره عبر فورين أفيرز يتحدث عن فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها، وإنه العقاب الجماعي لن يهزم حركة حماس. كيف تقرأ ما جاء في هذا المقال بداية؟ تحية لحضرتك والسادة المشاهدين وللشعب الفلسطيني الصامد والمنتصر بإذن الله. الحقيقة أن المقال ده يمكن يكون أول مقال في دورية كبيرة مثل فورين أفيرز يتحدث بهذا الوضوح عن فشل إسرائيل. نعم. وده تقريبا قريب من اللي قاله وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لما قال أنه ممكن إسرائيل تحقق نصر تكتيكي ولكن تلقى هزيمة استراتيجية، وقال ان هو خاض حرب مدن قبل كده وعارف كويس جدا اذا ما فيش حاضنة شعبية تذهب الحاضنة الشعبية الى الطرف الاخر. نعم. وهذا الطرف الاخر لو في هذه الحالة المقاومة الفلسطينية هيكون الكل تقريبا متمحور حولها، وبالتالي اذا حتى اسرائيل عملت نصر تكتيكي قد ينتهي الى هزيمة استراتيجية. المقال قريب من ذلك، لكنه كمان بيؤكد على انه التدمير كان واسعا وكان مدنيا بالأساس، وإنه ربما يعود إلى فشل في القدرات العسكرية الإسرائيلية، لكن في تقديري لا، هو فشل أخلاقي بالإضافة إلى فشل عسكري.